أهلا بكم في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. منظمات حقوقية تدين اعتداء سرايا السلام على كادر الفلوجة وتحذر من تكميم الأفواه. واشنطن وطهران توحدان المواقف وترحبان بتكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء المكلف يتعهد بسحب سلاح الفصائل والعمل على إجراء انتخابات مبكرة. زخم الاحتجاجات يتصاعد في مواجهة قمعها، المتظاهرون يعلنون الحبوبي عاصمة للانتفاضة. أدانت منظمات حقوقية وإعلامية دولية ومحلية اعتداء أتباع سرايا السلام الذي تعرض له كادر قناة الفلوجة في ساحة التحرير يوم أمس، واستنكرت النقابة الوطنية للصحفيين الحادثة، مؤكدة أن حرية العمل الإعلامي والصحفي حق كفله الدستور ويجب نقل الحقائق كما هي، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأي جهة سواء أكانت حكومية أو تابعة لجهة سياسية أن تكمم الأفواه وتقيد حرية الرأي. بدورها نددت جمعية الدفاع عن الصحافة في العراق الاعتداء على كادر قناة الفلوجة في ساحة التحرير ببغداد، وقالت الجمعية في بيان لها إن ما تعرض له كادر قناة الفلوجة يعد انتهاكا للحريات وتكميما للأفواه ومخالفة دستورية وقانونية كبيرة، مؤكدة وجوب التزام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين ولمنع الاعتداء عليهم من قبل الجماعات المسلحة. استنكرت قناة الفلوجة الفضائية الاعتداء الآثم الذي تعرض له كادرها خلال تغطية التظاهرات في ساحة التحرير يوم أمس السبت على يد مجموعة منفلتة من أتباع سرايا السلام، حيث منعوا المتظاهرين من التعبير عن رأيهم وقاموا بإيقاف البث المباشر من ساحة التحرير وهددوا مراسل قناة الفلوجة وبقية الكادر ممن كانوا معه ولاحقوهم بعد انقطاع البث. ولم تكتفي تلك العناصر المنفلتة بذلك، بل حاولت اختطاف الكادر لولا تدخل عدد من المتظاهرين الذين ساعدوا كادرنا على مغادرة ساحة التحرير بسلام. إن قناة الفلوجة وفي الوقت الذي تعلن فيه اللجوء إلى القضاء العادل لملاحقة المعتدين الخارجين عن القانون، فإنها تحمل سرايا السلام مسؤولية سلامة الكادر وتطالب قيادتها بتقديم المتورطين في هذا الاعتداء الآثم إلى العدالة. وتؤكد قناة الفلوجة أن الترهيب والتهديد بالسلاح لن يمنعها من الاستمرار في نقل الاحتجاجات ومطالب الشعب المشروعة، وأنها ستبقى منبرا حرا يعبر عن رأي الشعب العراقي في كل الظروف. أظهرت لقطات بثها ناشطون في التظاهرات محاصرة عدد من أتباع سرايا السلام للخيام التي احتمى بها فريق قناة الفلوجة، وبينت اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن شيوخ قبيلة بني لام أكدوا على حماية الصحفيين وعدم تعرضهم إلى أي خطر يحيط بهم، ومنع الشيوخ الذين حاولوا الاقتراب من الخيام أو الاقتراب والوصول للمراسل والمصور.
ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. مرحبا بك سيد هادي. أدنتم في وقت سابق ما حصل لمراسل ومصور قناة الفلوجة، هل لمستم أي جدية من قبل الحكومة في حماية الصحفيين في العراق؟ نعم نعم، شكرا جزيلا. نعم طبعا أتمنى أن يكون الصوت واضح. نعم واضح أسمعكم. نعم شكرا جزيلا. في الواقع يعني بلغتنا معلومات عن بعض الاعتداءات على مراسلين ومصورين في ساحة التحرير أمس واليوم، وفي الواقع هنالك يعني ألم يعتصرنا بأن يكون هنالك تنوع في هذه من أكثر من طرف ومن أكثر في أكثر من مكان، و يعني خلال الأشهر الماضية من 1 أكتوبر 2019 وحتى اليوم يعني كما تعلمون سقط العديد من الصحفيين الشهداء، يعني 4 شهداء للأسف، وهنالك العديد من الجرحى، وهنالك فرق إعلامية تعرضت للاعتداء وإلى الضرب وإلى تكسير وتحشيم المعدات الصحفية ومصادرة أشرطة ومنع من التغطية ومنع من التصوير في بغداد، في ساحة التحرير، في محافظات عراقية أخرى كالنجف وكربلاء والناصية وواسط والبصرة. ويعني هذا الأمر يحيلنا إلى تساؤل مستمر منذ عام 2003 وحتى اللحظة إلى متى تستمر هذه الاعتداءات، ولماذا تستمر بالأصل هذه الاعتداءات، ولماذا يضيق على الصحفيين، ولماذا الصحفيون ودوره في تغطية الأحداث وأداء عملهم المستمر والمفهوم. طبعا الجميع يفهم دور الصحفيين وطريقة تعاطيهم مع الأحداث وإدارتهم للأزمات، حتى باعتبار أنهم لا يمثلون جهة سياسية أو أنهم يمثلون وجهة نظر، فقط هم يمثلون أداة صحفية من أجل نقل وقائع وأحداث، ولا يعنيهم ما عدا الحدث، يعني هم يدورون في فلك الحدث ولا لا علاقة لهم بأسباب هذا الحدث وتداعيات هذا الحدث، هم ينقلون الأخبار فقط ويغطون، وبالتالي أي اعتداء على الصحفيين مدان قطعا ومرفوض. وإذا قام به أشخاص معينون أو جهة معينة فبالتأكيد أن ذلك يمثل خرقا للقانون، وهذا الأمر تتحمله وزارة الداخلية، تتحمله الجهات الأمنية التي للأسف أثبتت طوال السنوات الماضية عجزها الكامل عن حماية الصحفيين وعن التحقيق في قضايا الاعتداءات والانتهاكات التي طالت الصحفيين والفرق الإعلامية. لدينا أكثر ما يقرب من 500 صحفي قضوا خلال السنوات من 2003 وحتى اللحظة ولم يتم الكشف عن الجهات والناس الذين قاموا بقتل هؤلاء والدوافع ومن يقف وراء هؤلاء وما هي الأسباب ولماذا، وبالتالي هذا يشكل يعني جريمة أخرى وهي جريمة الإفلات من العقاب يعني، وهذه يعني في الواقع أمر، هذا أمر مدان ومربك أيضا، أننا لا نجد ثقة بالسلطات الرسمية العراقية ولا نجد ثقة بالجهات التي يمكن أن تحمي الصحفيين. يعني هذا ربما أيضا اليوم على درجة تحت خانة التهاون في أداء الواجب الأمني والوطني تجاه طبعا بغض النظر عن الجهة أو الشخص الذي قام بهذا الاعتداء، لأنه هذا الاعتداء واحد من ضمن عشرات الاعتداءات التي جرت على الصحفيين منذ 2003 وحتى اللحظة. شكرا لك. وبالتالي التركيز على نعم هو جزء من حالة عامة للأسف تطال الصحفيين. نعم عذرا للمقاطعة، شكرا لك سيد هادي جلو مرعي رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. نبقى في بغداد وينضم معنا مراسلنا علي عبد الكريم من العاصمة بغداد. علي مرحبا بك، بداية الحمد لله على سلامتك وسلامة الكادر، لو تطلعنا عن أبرز ما دار بعد أن منعتم من التصوير وإيقاف البث. تحية طيبة لك جميلي ولكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. إلى غاية اللحظة نتعرض إلى ضغوطات، يعني قبل شوية وصلوا لي ناس للبيت من التيار الصدري ويهددون بصورة علنية عن طريق وصلوا للبيت عن طريق الهاتف، وأضاف إلى ذلك يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بصورة رئيسية مثل ما جاءوا يشوفون بصورهم الشخصية ومعروفين، وماكو تدخل لا من الداخلية لا من أحد. شنو اللي ينتظروه؟ ليش إلى غاية اللحظة ما صار أي تدخل؟ ليش وزارة الداخلية يعني
ما اعرف شنو الموضوع يعني لحد اللحظه اكو اعتداء علي دا يصير يعني دا يحاولون يعتدون يعني ما اعرف شنو اللي جاي شنو اللي جاي يصير يعني اليوم احنا بمجرد ما طلعنا بمجرد ما نقلنا هذا يتعاملون ويانا بهاي الطريقه علي. ليش يعني ما اعرف علي. نعم مجرد انه احنا طلعنا ونقلنا واحنا ما عبرنا عن راينا المواطن هو اللي يحكي تجون علينا تريدون تعتدون علينا وعلى بيوتنا وتوصلنا البيت ممنوع هذا الشيء يعني هاي رسالة إلى وزارة الداخلية هم اللي يكونون محمي هم اللي يحمونه وأي شيء يصير علينا يعني اللي يتحملون سرايا السلام أو ممكن جهات أخرى وقبل شوية ولد خابرني يقول يعني إحنا ما تابعين سرايا السلام وما أعرف شنو بس إحنا نرفض هذا الاعتداء عذرا انقطع الصوت نعم إن كنت تسمعني علي الآن علي طيب سنعود الاتصال بعلي في حال إصلاح الخلل نواجه مشكلة تقنية بالاتصال مع علي مراسل قناة الفلوجة الحمد لله على سلامتك أولا وسلامة الكادر أولا وآخرا حثت الأمم المتحدة على العمل سريعا لتلبية مطالب المتظاهرين بالتزامن مع تكليف محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء وأبدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينس بلاسخارت ترحيبها بتكليف علاوي لتشكيل الحكومة مؤكدة أن المهمة التي يواجهها علاوي كبيرة للغاية لافتة إلى أن الطريق ما يزال طويلا بعد تشكيل الحكومة والمصادقة عليها من قبل البرلمان لتنفيذ مطالب المحتجين مبينة أن الوعود التي أطلقها علاوي تلبي الكثير من المطالب التي خرج لأجلها المتظاهرون داعية إلى ترك التحزب والمحاصصة لبناء عراق مزدهر ومستقل بقراره من جهتها أكدت السفارة الأمريكية في بغداد أن الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة تتطلب وجود حكومة نزيهة وقوية تعمل لعراق ذي سيادة خالصة وكاملة وقالت السفارة في بيان أن تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء يجب أن يتابع بجهود حقيقية لتلبية مطالب المتظاهرين السلميين والذين خرجوا منذ 5 أشهر مضيفة أن أمن العراق يمثل أمراً محوريا بالنسبة للولايات المتحدة ومؤكدة في الوقت ذاته أن واشنطن على استعداد تام للتعاون مع الحكومة التي سيتم تشكيلها ويجب العمل على تركيز الجهود لتحقيق السيادة الكاملة رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بتكليف محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي أن تكليف علاوي هو دعم للاستقلالية والسيادة الكاملة للعراق مجددا دعمه للبلاد يشار إلى أن واشنطن والأمم المتحدة رحبتا أيضا بتكليف علاوي وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي توعد قتلة المتظاهرين بتقديمهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون مؤكدا أن سلاح الدولة لن يوجه ضد الشعب متعهدا بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية كل أمل وعزم على أن نفي الدماء الزكية حقها وذلك بالشروع الجاد ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية والرفاه والسلام إن هذا التكليف يضع على عاتقي مسؤولية تاريخية كبيرة لذا أعاهد الله وأعاهد الشعب العراقي الكريم بأن أسعى بكل ما أملك من إمكانيات لخدمة هذا البلد وأعدهم بأن دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب سلاح الدولة لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية حيث أؤكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة أتعهد بمشيئة الله وبمساندتكم بتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة
وتكون ممثلة لكافة الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، وألتزم بإشراك الكفؤين من أبناء وبنات شعبنا في تشكيلة الحكومة. فيما تعهد رئيس الوزراء المكلف بعدم قبول أي مرشح تفرضه القوى السياسية والكتل، مؤكدا أن أول الملفات التي سيتم العمل عليها هو إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى ضرورة استمرار التظاهرات، ولفت إلى أن الإدارة الجديدة ستضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي. أعاهد الشعب على أن لا أقبل بفرض أي مرشح من قبل القوى السياسية، وإذا ما تعرضت إلى الضغوط فسأصارحكم بذلك بكل وضوح، وأؤكد الحرص على تشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين. وهنا أشير إلى ضرورة أن يستمر التظاهر السلمي الداعم للإصلاح حتى تتحقق المطالب المشروعة وتباشر الدولة بالعمل الإصلاحي الجاد فعلا. أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة، وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقة الجمهور فيها. كما أؤكد الالتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية، ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيداً عن الاعتماد الكامل على موارد النفط. وأتعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء. إلى ذلك رحب رئيس تحالف المحور الوطني الأمين العام للمشروع العربي في العراق الشيخ خميس الخنجر بتكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئيس الوزراء، وعده خطوة بالاتجاه الصحيح. وقال الخنجر في تغريدة له: إن أبرز المهام التي تواجه الحكومة هي ضرب الفاسدين والمزورين وإجراء انتخابات نزيهة لا تصادر فيها إرادة الشعب، مؤكدا أن ذلك خطوة بالاتجاه الصحيح نحو عودة الأمن والاستقرار إلى العراق بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحقوق والإصلاح. عاد لنا مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، كنت قد ذكرت بأن عناصر من التيار الصدري قد جاءوا إلى بيتك وأنت متخوف من هذا الموضوع، ووزارة الداخلية إلى الآن لم تتخذ أي قرار، هل هناك تأكيد من قبل، هل أكد لك من جاء إلى بيتك بأنهم من التيار الصدري، بأنهم من القبعات الزرق، بأنهم من سرايا السلام؟ هل هناك تأكيد بأنهم نفس الأشخاص الذين هددوك في الساحة؟ لأن سرايا السلام والتيار الصدري نفى أي علاقة له بمن اعتدى عليكم أمس. نعم زميلي، يعني هو اكيد من يجي ما يجي بصوره مباشره يقول لك انا من التيار الصدري او تابع لفلان جهه، بس يجي يحذر وانت غلط اللي سويته وهذا تاج راسك واسيادك ذولي وما يصير وكذا، وانت ما تعرف انه احنا شنو اللي جاي نقدمه، ويعني يومك بقى قريب ومن هالحكي واطلع انت ذات تقدر اطلع من البيت وشوف ايش راح نسوي. ما اعرف بصوره صريحه بشخصيات صريحه، لا ملثمين ولا شيء، ممكن بارقام حتى مرات جاي يخابون، كانوا مسلحين. اضافه الى ذلك يعني صفحات الفيسبوك الخاصه بهم، لا يعني لما ما شفت سلاح بس مثل ما ذكرت انه هو ما يجي بصوره صريحه يحكي وياك انه انت اطلع وكذا وشوف ايش راح يصير. طيب شنو الشيء اللي تنتظره الحكومه العراقيه بعد هذا الشيء اللي انا جاي احكي به؟ ينتظرون انه يختالوني؟ يعني ما جاي نشوف شيء لحد اللحظه، انا ما جاي اشوف شيء، مجرد جات يجيني تهديدات. طيب الاشخاص اللي جاي يهددون وينهم؟ اقول لك موجودين، هاي ارقامهم،
هذه موجودة صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة علنية جاي يهدد. ليش ماكو لحد اللحظة ماكو إجراءات حقيقية من عندهم؟ هل تواصلت مع وزارة الداخلية؟ شنو السبب؟ المسؤول عن مكافحة وابتزاز المواطنين على الإنترنت، هل تواصلت معهم؟ هل زودتهم بالصور والوثائق والأسماء؟ لا يعني لم أتواصل معهم، بس يعني كان من المفروض أنه يكون أكو في التواصل، خاصة بعد الضجة الإعلامية اللي هي جاي يصير، وهم يعرفوني ورقمي موجود عندهم لأن إحنا عاملين سابقا بهذا الموضوع. أليس الأولى أن تقدم شكوى رسمية لوزارة الداخلية كي تكون هناك لك حماية معينة، كي تتخذ إجراءات أفضل لحماية المدنيين في العراق والصحفيين خصوصا؟ أكيد يعني اليوم أنا مو بس بحدي معرض الخطر، أنا وأيضا أهلي يعني كنا اليوم معرضين للخطر، والسبب لأن إحنا نقلنا صورة حقيقية، وبالتالي يعني مو أنا اللي ذكرت، هو المواطن اللي ذكر هو اللي حكى وقال، بعدين تعرضنا إلى هذا الاعتداء، تجون تتهمونا أنه أنتوا دواعش وأنتوا تابعين لفلان جهة وأنتوا قناة فلان، بالتالي إحنا صحفيين ما تابعين لحد، إحنا صحفيين أنه مطلق الحرية وجاي نعبر عن رأينا وجاي ننقل صوت الشارع، هذا هكذا يكون التعامل وياني؟ شكرا لك علي عبد الكريم مراسلنا من بغداد، ونتمنى لك السلامة لك ولعائلتك ولجميع الصحفيين. الأخبار مستمرة. بعد قرار رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، تباينت آراء القوى السياسية في إقليم كردستان من هذا التكليف. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. قبيل سويعات من انتهاء المدة الدستورية، قضي الأمر بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي رسميا رئيسا للوزراء للمرحلة الانتقالية المقبلة. كتل سياسية تباينت مواقفها بما فيها الكردستانية بعد صراع ونزاع وتراشق واتهامات وسط مأزق التسمية. فالفتح وسائرون منحت التكليف لعلاوي بعد شهرين من استقالة عادل عبد المهدي. على رئيس الوزراء الجديد أن يطبق واستمرار في تطبيق القرارات والاتفاقيات الموجودة بين حكومة اتحادية في الفيدرالية في بغداد وحكومة أقليم كردستان في مسألة الأرض، خاصة مادة 140، وكذلك في مسألة بيشمركة، وكذلك في مسألة الميزانية، وكذلك في مسائل النفط والغاز، ولا يزال هو هذه المسائل لا يزال متعلق لحد الآن. فنار الاحتجاجات ما تزال مستعرة في العديد من مدن البلاد، يصر فيها المحتجون على أن المرشح يجب أن يكون بعيدا عن إدارة الأحزاب الحاكمة، فيما رحب آخرون بهذا التكليف تفاديا لاستمرار الفوضى. ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق رحبت بتعيين علاوي وحثت على العمل سريعا لتنفيذ الإصلاحات. المشكلة ليس فيما يختار في من يختاره الكتل السياسية أو تكون هناك توافقات سياسية، ليس المشكلة تكمن الآن في مدى قبول الشارع العراقي أو المتظاهرين لهذا الشخص. فكما قلت لك من البداية، يجب أن تكون هذه شخصية مستقلة غير حزبية وشخصية تكنوقراط، وأن يتبنى البرنامج الإصلاح بجدية، وأن يبنى الحكومة على أساس تكنوقراط وأيضا على أساس المواطنة وخدمة المواطن، من أجل إنقاذ البلد من دوامة الأزمة الحالية وإعادة ثقة المواطن بالدولة. إذا الكتل حاولوا يفرضون علي مرشحيهم فراح أطلع وأحكي وياكم وأترك هذا التكليف. رئيس الوزراء المكلف استبق الأمر وهدد بالاستقالة إذا ما حاولت الأحزاب المتنفذة فرض مرشحيها فيما يتعين عليها أن ينتهي من تشكيل حكومته خلال 30 يوما ويقدمها إلى البرلمان للتصويت عليها. بعد مدة طالت ودماء سالت حسم الأمر بتكليف رئيس جديد للوزراء، فهل تترجم الكلمات إلى قرارات بالذهاب إلى انتخابات مبكرة؟ من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. مع
معنا من أربيل السيد محمد القيسي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك سيد محمد، كيف تابعت تكليف السيد محمد علاوي برئاسة الوزراء؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة الكرام. الحقيقة أن الطريقة التي تم بها تكليف السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد توفيق علاوي تؤشر نوع من الضبابية في الرؤية حقيقة. لماذا؟ لأنه ببساطة هي لم تأتي عبر ترشيح من قبل المتظاهرين الكرام، هي أتت بطريقة أخرى حقيقة، تتبع ذات الأدوات التقليدية السابقة والماضية التي تشخص نوع من التعثر في العملية السياسية بالمجمل في العراق، بمعنى أنه لم يأتوا بشيء جديد، إن إرهاصات التغيير المطلع إليه لم تكن بدرجة تعطي تطمينات للحراك الشعبي المنتشرين في الشوارع والمنادين بعملية التغيير السلمي السياسي. لم نشهد أو لم نلحظ أي عملية جدية في عملية. لماذا؟ ببساطة لمجموعة تفاصيل. عذرا للمقاطعة، لكن هل ترى بأن على المتظاهرين أن يرشحوا شخصية تكون رئيس للوزراء؟ أغلب المتظاهرين يقولون نحن لا نرشح شخصية، نحن فقط نضع شروط والحكومة عليها أن تنفذ. نعم، هم لا يرشحون شخصية لأنهم يدركون تماما أنهم سائرون بطريق يطلعون من خلاله إلى تغيير شامل العملية السياسية وليس جزئي مرحلي في شخص رئيس مجلس الوزراء، بل في مجمل الطريقة والسلوك أو الأداء التي تصير بموجب العملية السياسية. بتواضع شديد أستطيع أن أقول إن لم يدركوا القائمين على الحكم في العراق مدى خطورة ونوع وحجم المخاطر والتحديات الحالية التي يمر بها العراق، فضلا عن إن لم ينل الشخص المرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء الثقة من الشعب العراقي في العموم وتحديدا الفئة التي تمثل الحراك الشعبي، أنا أستطيع أن أقول بأن الكلام السياسي أو الدبلوماسي المنمق الذي صدر عن السيد المكلف الدكتور محمد توفيق علاوي سوف لن يكون أبعد من تسويق لمفاهيم أوهام جديدة تضاف لتلك لسابقاتها التي شاهدناها في ما يسموها بالعملية السياسية هم ذاتهم. لماذا؟ لأنه ببساطة لا هو أو فجوة أوسع من تلك الفاصلة ما بين التنظير السياسي للمسؤولين في العراق بالتغيير والإصلاح وما شابه وما بين واقع الحال المتردي. واقع الحال المتردي الذي لعبت في الأحزاب السياسية وأحزاب السلطة تحديدا دورا في لمعادلة سياسية دورا في صياغتها سياسيا واقتصاديا، منها على سبيل المثال معادلة التوافق. واليوم أو يوم أمس أيضا شهدنا أنه الشخص الذي كلف برئاسة بتشكيل كابينة حكومية جديدة هو أيضا جاء بذات الأداة التقليدية التوافقية ما بين كتلتان. إذن ما الجديد في الأمر؟ أين الجديد في التغيير؟ السيد علاوي أمس عند تكليفه ظهر بفيديو بسيط من خلال حاسوبه الشخصي وتحدث بلغة بسيطة، لغة عراقية دارجة، وقال أنا سأرفض أي مرشح يأتي من الأحزاب، أنا سأقوم بحصر سلاح بيد الدولة لا سلاح للفصائل. هل شخص كسيد محمد توفيق علاوي قادر فعلا على إنجاز ما تعهد به وهو جاء كمرشح توافقي من قبل سائرون والفتح؟ نعم، أنا أعتقد هو أطلق ما بين 10 إلى 12 وعدا لتحقيقه، وأعتقد هي ليست وعود بقدر ما هي تحديات ستجاوبها في المرحلة المقبلة، وتحديات ترقى إلى أن تكون على مستوى استراتيجي وليس تكتيكي. منها على سبيل المثال هو لا يستطيع أن يجابه الفساد دفعة واحدة تحديدا في عملية تشكيل الكابينة. هو قال بأنه سينطلق بتشكيل كابينة من شخصيات مستقلة وسيفسح مجال لإرضاء الفئة الحراك الجماهيري، سيفسح مجال بتعيين وزراء أو ما دون ذلك منهم. هو أمام تحديات في عملية تشكيل، أول تحدي هو عملية تشكيل كابينة الوزارية من المستقلين. التحدي الثاني هو تحدي الفساد وهو أعظم تحدي سيواجهه. هل سنشهد إقباله على تقديم سياسيين بمستوى الخط السياسي الأول لديهم شبهات بقضايا فساد إلى المحاكم؟ التحدي الثالث هو مسألة الميليشيات والأسلحة المنتشرة خارج إطار الدولة، فضلا عن تحديات تتعلق بالاقتصاد الضعيف وكيف يمكن معالجته. العراق في المرحلة المقبلة بحاجة إلى رجل دولة وليس رجل سلطة،
وعندما أقول رجل دولة بمعنى ذلك الرجل الذي يستطيع أن يمتلك صفة الشجاعة وأن يتخذ قرار حازم دون تردد ودون مبالاة كثيرا بالأطراف والكتل السياسية، فضلا عن صفة العنصر الذكاء بمعنى أنه كيف سيوازن ما بين تطلعات طهران لتحقيق مصالحه في العراق وتطلعات واشنطن وما بين تطلعات العراق لتحقيق مصالح العراق الآنية. طيب. هذه النقطة الشجاعة والذكاء تتطلب في شخص رئيس وزراء المرحلة المقبلة. نعم. هل سيستطيع المتظاهرون كما نددوا اليوم وأمس بأن السيد المكلف محمد علاوي غير مرحب به، هل سيستطيعون من تغييره بشكل سريع، خاصة نحن نتحدث عن تدخل التيار الصدري بقوة إلى التظاهرات وفرض مرشح كسيد محمد علاوي؟ هل لدى المتظاهرين هذه القدرة على تغيير محمد علاوي؟ إلى الآن يرفضون وجوده. نعم، أنا أعتقد أن أحد أهم أطراف المعادلة السياسية اليوم في العراق هو الحراك الشعبي. نعم. وبالتأكيد جزء كبير من الشرعية التي تمنح لأي شخص يكلف لرئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس الوزراء أو تشكيل كابينة مجلس الوزراء العراقي لابد أن يحظى بهذه الشرعية بمعنى موافقة الحراك الشعبي. وبالتالي أعتقد بأنه أن السيد محمد توفيق علاوي حتى اللحظة هو لم يحظى بشرعية موافقة الحراك الشعبي، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أؤكد بأنه سيوفق في تشكيل كابينة وزارية، لأنه جاء عبر مبدأ هو معروف في أدبيات العلوم السياسية هو الالتزام المسبق، بمعنى هو هناك التزامات مسبقة أدلى بها أو أدلت بها الأطراف السياسية تجاهه وهو رضي ووافق عليها، وبالتالي سمح له بأن يتم تشكيل أو التكليف لتشكيل رئاسة مجلس الوزراء بموافقة طبعا ضمنية ما بين تيار الصدري سائرون وتيار الفتح. إذن إن مخرجات المرحلة المقبلة تعتمد على الالتزام المسبق الذي عقد ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد محمد توفيق علاوي وكيان سائرون وتحالف الفتح. شكرا لك هنا سيد. يعني صاغت اللعبة محمد. السياسية مخرجات المرحلة المقبلة تعتمد على طبيعة الالتزامات. الالتزامات التي قررت ما بين هذه الأطراف الفكرة. الأربعة. شكرا لك سيد محمد القيسي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل. مع تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي تتواصل الاحتجاجات العراقية في بغداد ومحافظات عدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بعد طول انتظار وتضارب التسريبات قطع الرئيس برهم صالح الشك باليقين ليعلن محمد توفيق علاوي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد في الوقت الذي لا تزال نار الاحتجاجات مستعرة في أنحاء المدن المنتفضة التي تصر على أن المرشح يجب أن يكون بعيدا عن دائرة الأحزاب التي حكمت العراق في المرحلة الماضية. بالتأكيد السيد علاوي سوف يكون تحت ضغوطات سياسية عالية من الكتل السياسية الحاكمة، وأيضا الشارع العراقي سوف يكون ضاغطا باتجاه مطالبه والمعايير التي طرحها، وعليه أن يمسك العصا من المنتصف فيما بين المتظاهرين والكتل السياسية وأن يستند إلى التظاهرات والشارع العراقي حتى يكون قراره قرارا أعلى من الكتل السياسية. رئيس الوزراء الجديد بدأ في خطابه مهادنا وساعيا لاستعطاف المتظاهرين في الشارع، مؤكدا أنه سيعود إلى المتظاهرين في حال تعرضه لضغوط الأحزاب، لكن الشارع العراقي كان له ردا آخر على الأرض، حيث خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة بعد ساعات قليلة من تعيينه، رافضين له ولأي اسم من الطبقة السياسية الحالية أو السابقة. سيد توفيق علاوي، محمد توفيق علاوي، حقيقة جوبها وتفاجأ بهذا الرفض الواسع من قبل ساحات التظاهر، وقبل شهر كانت صورته ترفع مع بقية الصور التي يريدهم الشارع وتريدهم ساحات التظاهر. لعل سبب في ذلك هو أن السيد علاوي قد ترشح من قبل الكتل السياسية داخل البرلمان العراقي. السؤال اليوم يعني هل تستمر، هل يصمد، هل سيواجه هذا الرفض الواسع؟ يبدو أن علاوي سيجد نفسه أمام مهمة ليست بالسهلة مع شارع منتفض منذ 4 أشهر في وجه السلطة ودعوات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد وانقسام حاد بين الفرقاء السياسيين، ولكن يبقى السؤال هل سيعطي المحتجون فرصة لعلاوي لتشكيل حكومة تلبي
مطالبهم أم إن التكليف سيزيد الأمور تعقيدا؟ فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. رفض متظاهرو ساحات الاعتصام في بغداد وفي عدد من المحافظات دعوات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من الساحات وفض الاعتصامات ووقف الإضراب العام. المتظاهرون رفضوا أيضا تهديدهم بسلاح من قبل سرايا مسلحة تحاول إفراغ الساحات من المعتصمين وتسويف مطالب المتظاهرين. وجدد المحتجون تأكيدهم على استمرار التظاهر السلمي وعلى حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم واختيار رئيس للوزراء بعيدا عن الأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة. باسم الشهداء وصوت الثوار الناصرية، أم الشهداء الملكوم، اليوم الثوار الحبوبي هي ساحة التحرير الأولى ومن ينبت منها القرار الأول. بالنسبة العلاوي مرفوض، كل نفر بساحة الحبوبي هو يقول مرفوض، أما أسوة بالمحافظات الأخرى فهي أرغموا عليها هذا القرار، أنه أكو ناس يعني من طلعت قالت إحنا ها نريده، بس هاي رغمنا عليهم لأن إحنا عرفنا الأحداث اللي صارت في بغداد، وإن شاء الله ما راح يصير بساحة الناصرية لأن إحنا إيد واحدة، ونوصي بساحة تحرير بغداد أن يكون إيد واحدة لا تفرقهم قرارات أخرى. وردا على دعوات حل التظاهرات وإنهاء الإضراب العام، أقدم المتظاهرون على قطع جسري النصر والحضارات وتقاطع البهو في مدينة الناصرية بالإطارات المشتعلة. المتظاهرون رفضوا تشكيل الحكومة الجديدة من قبل مرشحي الكتل السياسية والأحزاب، مؤكدين أن قرارات الأحزاب لا تمثل إرادة ساحات التظاهر التي طالبت بحكومة مستقلة من خارج الطبقة السياسية الحاكمة. المحافظة الناصرية هذا اليوم ومن البارحة أيضا نرفض رفضا قاطعا ترشيح محمد توفيق علاوي المبعث عن كتل الأحزاب السياسية الفاسدة. سابقا أكدنا واليوم نأكد إحنا شروطنا ترشيح رئيس الوزراء السابق أن يكون خارج العملية السياسية، أن لا ينتمي إلى كتل الأحزاب، أن لا يكون قد اشترك في العملية السياسية من السقوط ومن 2003 لحد الآن. ولهذا نكرر موقفنا الرافض والكل ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات أيضا رفضنا رفضا قاطعا ترشيح محمد توفيق علاوي، وسوف نتخذ اعتصامات سلمية لاحقا ونحددها في وقتها المناسب. نبقى في مدينة الناصرية، حيث اعتبر متظاهرو ساحة الحبوبي أن تكليف أحد مرشحي الأحزاب بتشكيل الحكومة استخفاف بمطالب المتظاهرين وبأرواح شهداء الاحتجاجات، فيما جددوا رفضهم القاطع لهذا التكليف. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من ثوار ساحة الحبوبي، بيان من ثوار ساحة الحبوبي إن التحالفات الفاسدة التي جاءت بعهد عبد المهدي رئيسا للوزراء هي ذاتها التي كلفت محمد توفيق علاوي، وبالتالي إعادة ذات الطبقة الفاسدة المجرمة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن غير مبالين بدماء الشهداء والجرحى الذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 24,000 ما بين شهيدا وجريحا ومعاقا دائمين، متجاهلين بذلك مطالبنا وكل ما تعرضنا له منذ تشرين، قاصدين بذلك كسر إرادة الشعب وعدم الالتزام بالمواصفات التي قدمتها ساحات الاحتجاج، علما إن العراق يمتلك الكثير من الطاقات القادرة لقيادة المرحلة القادمة، وعليه تعلن ساحة الحبوبي رفضها القاطع لتكليف محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء. في محافظة البصرة تظاهر حشد من الطلبة رفضا لفض التظاهرات وتكليف الأحزاب لأحد مرشحيها بتشكيل الحكومة المؤقتة. الطلبة شددوا على استمرار احتجاجاتهم السلمية وعدم الانسحاب من ساحات التظاهر، كما أكدوا استمرار إضرابهم عن الدوام لحين تحقيق مطالبهم. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. الصحة تنفي إصابة أي من الطلبة المقيمين في ووهان الصينية بالكورونا وتتعهد بإعادتهم قريباً.
أكدت وزارة الصحة أن جميع الطلبة والمقيمين العراقيين في مدينة ووهان الصينية لم يتعرضوا إلى الإصابة بفيروس كورونا، وأشارت وزارة الصحة إلى سلامة جميع الرعايا العراقيين متعهدة بإعادتهم في طائرة خاصة بمرافقة طاقم طبي متخصص لفحص الرعاية، مبينة أن أعداد الطلبة هناك يبلغ 63 طالبا إضافة إلى عوائلهم. بعد كثرة الأحاديث عن وصول فيروس كورونا إلى محافظة ذي قار، قطعت دائرة صحة المحافظة الشك باليقين ونفت وجوده فيها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. لم تسجل ذي قار أي حالة لفيروس كورونا حتى لحظة إعداد هذا التقرير، بحسب تصريح مدير صحة ذي قار الذي أكد أن المحافظة خالية من أي إصابة بالفيروس، مبينة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجنب حدوث أي إصابة بهذا الفيروس، ومنها فحص جميع الوافدين إلى المحافظة ومتابعة المرضى في جميع مصحات ذي قار. أن المحافظة لم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا، وأن الدائرة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتجنب حدوث أي إصابة بهذا الفيروس، ومنها فحص جميع الوافدين إلى محافظة ذي قار في المطارات، لا سيما القادمين من المناطق الموبوءة، فضلا عن تعميم خطة السيطرة على الأمراض التنفسية الحادة وتفعيلها في جميع المؤسسات الصحية، وتوفير وسائل حماية شخصية للمنتسبين، ونشر العديد من مواد التوعية الصحية على المواطنين فيما يخص هذا الفيروس من قبل فرق تعزيز الصحة. ففي غضون بضعة أسابيع فقط من تفشي فيروس كورونا، اشتبه بانتشاره في أكثر من 26 دولة، فأعراض الفيروس مشابهة لأعراض الإنفلونزا الموسمية، وهو من الفيروسات التي تطور نفسها ويمكن أن تظهر بأنواع وأشكال جديدة، وهنا تكمن خطورته في إحداث مضاعفات خطيرة للإنسان. موضوع الكورونا فيروس الذي خرج من الصين نهاية 2019 بالتحديد وصل حاليا إلى 26 دولة حول العالم، منها دول في أمريكا الشمالية ودول أوروبية. المرض ليس له خصوصية خاصة من حيث العلامات، فهو يشبه أي مرض تنفسي حاد يمتاز بارتفاع درجات الحرارة. ومع إدخال الصين في عزلة عن العالم بعد انتشار الجيل الثالث من فيروس كورونا رغم الثورة الطبية الهائلة فيها، فماذا سيحدث للعراق إذا تسلل إليه الفيروس في هذه الأجواء الملوثة أصلا؟ من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة الفضائية. نهاية نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. منظمات حقوقية تدين اعتداء سرايا السلام على كادر الفلوجة وتحذر من تكميم الأفواه. واشنطن وطهران توحدان المواقف وترحبان بتكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء المكلف يتعهد بسحب سلاح الفصائل والعمل على إجراء انتخابات مبكرة. زخم الاحتجاجات يتصاعد في مواجهة قمعها، والمتظاهرون يعلنون الحبوب عاصمة للانتفاضة. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا على فيسبوك، تويتر ويوتيوب. في أمان الله. We'll be right back.